شفنا معابد آلهة، شفنا معابد وحي، شفنا معابد خدمة يومية، شفنا معابد تخليد ذكرى، بس ما شفناش معابد حدودية. معابد حدودية بحدد وبحمي فيها مصر. رمسيس الثاني كان رائد في الحتة دي، كان أستاذ، كان بعلم، كان فاهم الدنيا تمشي ازاي. ليه؟ لأن رمسيس لم يخرج لحروب بعد قادش إلا مرتين، فاستعاض عن كده بأنه يصور قوة مصر في أثرها. وعلشان كده اللي يقولك قوة مصر وأثار إيه، لا، البلد دي قوتها في أثرها. رمسيس جه هنا في منطقة أبو سمبل، وليس للمنطقة أدنى علاقة بالقصة الفكاهية اللطيفة، الواد سمبل اللي خد بخار وطلع بيه، أو باللي لما لقوا دمها تقيل قوي مع الوقت قالوا طب ما نقول إن هم ماشيين والرملة مغطية والمية قريبة كانوا بيلاقوا السنابل فبقت المكان السنابل. طبعا الكلام مش كده. عشان تتخيلوا حضراتكم، هنا دي آخر نقطة حدودية لينا. النقطة دي عند اللصوص المصرية القديمة اسمها بو سمبب. بو يعني مكان، سمبب التحية. حضرتك واقفة مركب حراسة مصرية، ومع حضرتك الأستاذ سمير. فالإسلام المركب بتاعك آخر حاجة بيعملها باي باي، مكان التحية. أنا داخل أهو وخارج أهو. نصوص رمسيس الثاني أشارت للتسمية دي مش للمكان ده، لكن أشارت إلى أنه كان بيقام على حدودنا أماكن حماية. علشان كده البعض الثاني قال ما يمكن طب ما تكونش سمبب، تكون ستمب. ستمب يعني إيه؟ ستمب يعني نقطة الحدود. بو ستمب نقطة الحدود، لأن المعبد هنا معبد حدود. أنا عندي فين معبد الحدود تاني؟ في الخارجة، النادورة الزيان البرويتي، مجموعة الواحات اللي في الخارجة بما فيها هيبس، دي مجموعة حماية، مجموعة واحات بحمية. رمسيس قرر يجي يبني معبد ليه، بس كان من بين زوجاته واحدة هو بيعشقها، فعلا بيعشقها. يعني أنا فاكر وإحنا حكاية يحيى وكلوز ياسر جلال كاتبين جملة، فبقولها له بترجمها له بالهيروغليف، فبيقول لي هو كانوا بيقولوا كده بجد؟ قلت له كان بيحبها جدا. يا من تشرق الشمس من أجلك. علشان كده جيت عمل لها المعبد، بس ما كانش يقدر يعمل لها المعبد، ما كانش يقدر. ما العمل لمين؟ عمل الحطحور. ليه؟ حطحور كانت ليها مركز عبادة هنا يا أستاذ عمر، مركز العبادة الشهير لحطحور كان منطقة قريبة عدينا عليها من أول حتة اسمها نجع المستقبل أو تجمع المستقبل اسمها إبشك. فحطحور بقت سيدة إبشك، وهو المنطقة المحيطة بينا كلها، وهي منطقة حدودية. أقام المعبدين في المنطقة لحماية حدود مصر وبوابة مصر، ولتكون نقطة التقاء. المعبد الكبير، أول ملاحظة ناخدها عليه إن رمسيس الثاني ما بناليش صبح. ليه؟ عشان يخوف الناس. ما كانش ده هدفه، ده قربت. هدفه حاجة غير دينية يعني. ده مش ديني خالص. عارفة حضرتك هو بيحط مناظر الصرح عشان يقول لنا اطمنوا البلد بخير جوه، لكن على الحدود خلي بالك وانت داخلة لن تجدي اضخم من الحاكم قاعد بكل قوته بالمنظر اللي حياتك شايفاه ده، على كرسي وقوته باربع تماثيل قوية يحمي المعبود راح ورختي وتهلل آلهة الشمس من اجل مصر كل يوم. فرمسيس هنا مش جاي يحط لي مناظر وصل ضرب وجبت ولا يهم اللي يهم ان انت يا نهار اسود ده ايه ده، ترجع لورا تبداي يدخل الرهبه في قلوب كل من عاداه. هنا ده التفكير العسكري او نقول عليها الحرب النفسيه. الحرب النفسيه عن شايفين علامه عنخ اللي في النص والصقرين يمين وشمال، عنخ حر كانخ فليعش حورس الطور القوي، ويبدا يكتب اساميه وان هو محبوب امون رع ان ايبت سود. امون رع بتاع الكرنك هو ما غيرش. يتصور الملك جالس بتماثيله، التمثالين اللي ناحيه الشمال، ايدينا اليمين دلوقتي هي الشمال،
ايدينا اليمين هي الشمال كده احنا الاثنين مبحرين. نعم ايدك اليمين هي بصي كده يمينك كده انت راجع القاهره شمال موجود تمثالين مهشم احدهم على على قواعد التماثيل موجود مجموعه من الاولاد موجود صاعي موافق يا استاذه شيماء زي ما كنا بنتكلم موجود امون حرخبشف موجود مجموعه من بناته وانا اتفقت معاكم مع بعض بناته مكتوب بالذات عينه امون ومريت امون مكتوب زوجته هي ليست الزوجه بالمعنى المادي هي الزوجه الحسيه هي سيده القصر هي من تخرج معه هي من تظهر في المناسبات رمسيس لم يتزوج بنات رمسيس ما كانش محتاج لكان متجوز 17 جالس الملك في المنتصف موجود هي المعبود راح رخصي احد المعبودات اللي جوه المعبد يمين وشمال موجود الملك يتعبد ويقدم المعط لرحرة القردة بتهلل في الجزء العلوي ثم نجد على القاعدة النص